لعنة الخال تطارد بلاسخارت، قلوب موجوعة تنتفض في وجه المنفلتة. ردناك عون طلعت فرعون، بس الفرعون هالمرة موظفة أممية اسمها جنين بلاسخارت. هذا اللي جاي يدور بكواليس الحكومة والقوى السياسية. شنو القصة؟ هسه نشوف. بس قبلها فلنعرف منو بلاسخارت. السيدة جنين بلاسخارت سيدة هولندية محترمة، عندها خبرة سياسية وبرلمانية واسعة. تسلمت مهامها عام 2018 كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم لمساعدة العراق يونامي. قبل يومين بلاسخارت تصدر اسمها نشرات الأخبار بسبب تقارير تحدثت عن لقائها مع أحد زعماء الفصائل وهو عبد العزيز المحمداوي أبو فدك، يعني بعد يوم واحد من محاصرة المنطقة الخضراء. التقارير نقلت غضب حكومة الكاظم الشديد على تحركات بلاسخارت أثناء وبعد الأزمة، لكون اللقاءات جرت من دون تنسيق مع الحكومة. لذلك الحكومة طالبت رئيسة البعثة بتفسيرات عن السياق القانوني اللي سمح لها بإجراء هيك لقاءات، بالأخص كونها تزامنت مع حوادث هددت سيادة الدولة. مواقف بلاسخارت من الملفات العراقية مثيرة للشكوك دائماً. بداية حراك تشرين مثلاً غردت عن الخسائر المادية فقط وأثارت غضب المحتجين واضطرت تعدل موقفها لاحقاً. وبالشهر العاشر 2020 بلاسخارت التقت أبو فدك اللي يلقب بالخال، وهم صارت موجة غضب عارمة بيومها كون اسم الخال ارتبط بملفات معينة وتهم تتعلق بقمع المتظاهرين. الفكرة اللي انطرحت بوقتها انه لقاءاتها تتنافى تماما مع مهام بعثة الأمم اللي المفروض تساعد الدولة العراقية على تقوية قدراتها وتوسيع شرعيتها، مو العكس. ولما أثير هيك اعتراض جاء الجواب من أنه بعثة الأمم من حقها تلتقي بجميع الأطراف، بجميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك قوى اللا دولة. هنا نفهم الموضوع بطريقتين متناقضتين. المدافعين عن بلاسخارت يقولون إنها واقعية وتعرف مصادر صنع القرار العراقي وجاي تتعامل وياها وجها لوجه، بينما المشككين يقولون لا، تصرف بلاسخارت خاطئ ويتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة اللي تستبعد التعامل مع الجماعات غير الشرعية حتى لو كانت متحكمة بقرار بعض الدول الضعيفة. مو بس هاي، شهر شباط الماضي رجعت موجة الغضب ضد الموظفة الأممية وسبب زيارتها لطهران ولقائها مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة ملف الانتخابات العراقية. آنذاك أثير بالكواليس سؤال خطير يقول: ترى هل تعترف الأمم المتحدة ضمنياً بهيمنة إيران على العراق؟ وماخذ الموضوع كأمر واقع؟ الخلاصة أنه بلاسخارت مثيرة للريبة وبالكواليس أكو لغط شديد حولها وهناك مطالبات بتغييرها. المطالبات ليست رسمية لكن ما نستبعد تصير رسمية قريباً. والطلب المرفق بزون عون، نريد عون يساعد الدولة.
مو فرعون يضعفها.